شكل الاستقلال الوطني المجيد في 30 من نوفمبر عام 67 منعطفا هاما في مسار الحركة الوطنية اليمنية وانتصار الثورة المباركة برحيل آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن. تحل الذكرى 53 لعيد الاستقلال الوطني باليمن في مرحلة عاصفة تمر بها اليمن على مختلف المستويات. 30 من نوفمبر من عام 67 تسعمائة وألف للميلاد هو يوم فاصل في التاريخ اليمني، وبرحيل آخر جندي بريطاني من عدن غابت شمس الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس عن واحدة من أهم مستعمراتها في الجزيرة العربية. بدأت المحافظات الجنوبية التي تحررت بشكل نهائي في يوم تتويج 14 من أكتوبر في ترتيب أوراق الغد الجديد، بدءا بإعلان الدولة ذات السيادة واستقلال الإدارة والقرار بعد أكثر من قرن من الوصاية واستلام الهوية. تزامن ذلك مع دخول المحافظات الشمالية دائرة الدولة إثر انتصار ثورة سبتمبر على الإمامين الذين حظوا بدعم عسكري سخي من البريطانيين في جنوب اليمن. وما كان ليوم 30 من نوفمبر أن يكون لولا تلاحم اليمنيين ووضعهم اليمن فوق كل الاعتبارات، بما في ذلك الحدود المصطنعة والهويات الصغيرة المتضاربة التي برع الإماميون والاستعمار البريطاني في إنتاجها وتأجيجها على الساحة اليمنية. تكاملت جبهات التحرير وتناغمت أدوار النضال في جنوب اليمن وشماله، وصنع اليمنيون الاستقلال الناجز في نوفمبر، وولدت جمهوريتان على رقعة يمن واحد. الفداء لها وأبنائي وصحبي، نفس الفداء لها وأبنائي وصحبي، فهي إرادة أمتي وطموح شعبي.